حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن السوق الموازي لبيع الدولار ما يزال مرتفعا، والفرق بينه وبين الأسعار المحددة من قبل البنك المركزي واضح. وأضافت اللجنة أن إدارة ملف السياسة المالية في البلاد من اختصاص البنك المركزي، لافتة إلى أن قراره الأخير بزيادة حصة المسافر إلى 3000 دولار تأتي كمحاولة لكبح ارتفاع أسعار السوق الموازي عبر خفض الإقبال عليه بتوفير احتياجات المسافرين من الدولار بالسعر الرسمي. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن إنتاج القمح في العراق تراجع لأكثر من الثلث في العام 2022. وقالت المنظمة إن واردات العراق لمحصول القمح خلال العام 2022 بلغ 2,800,000 طن بنسبة انخفاض بلغت 33% مقارنة بالعام 2021 والذي بلغت فيه واردات العراق من القمح 4,200,000 طن وهي نفس الواردات أيضاً لعام 2020، مبينة أن معدل إنتاج العراق خلال السنوات الخمس الماضية من القمح بلغت 4,000,000 طن سنوياً. أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن تحديد 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار الزيارة الأربعينية خلال العام الجاري. وبحسب الوزير الإيراني فقد تم الاتفاق بين الجانبين على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة الأربعين فقط، كما تم تحديد 6 نقاط حدودية لتردد الزوار ونقطة حدودية واحدة لنقل معدات المواكب، مضيفاً أن قدرة البنية التحتية العراقية لاستقبال الإيرانيين لا تتسع لاستقبال أكثر من 3,000,000 زائر. أعلن النائب عن محافظة البصرة أحمد طه الرويعي أعلن أن وزارة النفط خصصت المحافظة من مبالغ البترودولار أكثر من 1,000,000,000,000 دينار. وأضاف النائب أن لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني الذي أبدى دعمه أن تأخذ البصرة مستحقاتها من أموال البترودولار على حد تعبيره، لافتا إلى أن المحافظة بحاجة للمشاريع المهمة ويجب أن تستغل حكومة المحافظة هذه الأموال كاستغلال أمثل لتنفيذ المشاريع. وفي خبرنا الأخير، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع واردات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5,833,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 124,000 برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه، مضيفة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 122,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 94,000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 216,000 برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.